على الحياة فام الرابعة مساء من الحياة فام، أهلا بكم مستمعين الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. الوحدات العائمة التابعة للمنطقة البحرية الحرس الوطني بولاية المنستير تتمكن من إحباط عملية هجرة غير نظامية في اتجاه إيطاليا، حيث تم خلال هذه العملية إنقاذ 22 شخصا، كما أن من بين المجتازين يوجد 3 قُصر لا يتجاوز أعمارهم 16 سنة وشاب حامل للجنسية السورية. وفي سياق آخر، أشرف نصر الدين نصيبي وزير التشغيل والتكوين المهني مساء يوم الجمعة بالعاصمة على الحفل السنوي في دورته 9 تحت عنوان جوائز الموارد البشرية 22 و2000، والذي تنظمه جمعية مسؤولية التكوين والتصرف والموارد البشرية. وحضر هذه التظاهرة كل من زينب بوزيتا رئيسة الجمعية وعبد القادر الجمالي رئيس الديوان وعدد من إطارات الوزارة. وفي سياق آخر، كشف تقرير جديد صادر عن منظمة الصحة العالمية بيانات تدل عن خطر الوفاة المبكر والمرض أكبر لدى العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة مقارنة بفئات أخرى من المجتمع. ويظهر التقرير العالمي على الإنصاف في مجال صحة الأشخاص ذوي الإعاقة الذي أصدرته المنظمة أول أمس الجمعة بأنه بسبب أوجه الإجحاف الممنهجة والمستديمة في مجال الصحة يتعرض العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة خطر الوفاة في وقت أبكر بكثير يصل إلى حد 20 سنة من الأشخاص دون الإعاقة. وفي إطار التصدي لظاهرة التهريب، تمكنت خلال الليلة الفاصلة بين يومي 3 و4 من ديسمبر الجاري وحدات الحرس الوطنية العاملة بجهات قفصة سوسة المصلحة 3 بطريق سيارة رقم 1 ومدنين من ضبط 8 وسائل محملة ببضاعة مهربة مختلفة تتمثل في كمية من المواد الغذائية ورؤوس الأبقار وكمية من علب السجائر الأجنبية المهربة. وتم حجز البضاعة والوسائل والتي قدرت قيمتها بحوالي 384,000 دينار. نهاية العرض الإخباري الموجز، قدمه لكم نصر الدين حميدة، والمشوار يتواصل مع عبدالله الحتاب وبقية الفريق.